برعاية منظمة المغتربين السوريين، تطوير كفاءات المنظمات والمجالس المحلية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم أعزائي المشاهدين في لقاء جديد من برنامجكم مجالسنا المحلية، والذي نستعرض فيه واقع المجالس المحلية ودورها في خدمة وقيادة المجتمع. من هنا ومن مدينة تتوالى عليها طعنات الغدر من كل حدب وصوب، من مدينة زادها الإيمان والصبر، من مدينة حلب، ومن حي يرزح معظم أهله تحت خط الفقر، زاد من معاناتهم إرهاب نظام لا يرقب فيهم إلا ولا ذمة، نظام أذاقهم براميل حقد أصابت منهم الكثير. في مجزرة واحدة قدم الحي ما يقارب 100 شهيد. يتنوع الحي بساكنيه، إلا أن السمة الأغلب عليه الطابع العشائري، كما ينشط في الحي عدة أسواق لعل أبرزها سوق الألبسة وسوق الخضار. يعتبر الحي خزاناً بشرياً يرفد قطاعات العمل في المدينة بمختلف الاختصاصات. في وسط أحياء حلب المحررة يقع حي الفردوس، يتولى زمام الأمور فيه مجلس محلي ينهض بأعباء الحي ويقف عند احتياجاتهم بموارد مالية تقارب العدم. في بداية الحلقة أرحب بالسيد أحمد البيج رئيس مجلس حي الفردوس. أهلا وسهلا بك سيد أحمد. أهلا وسهلا فيك أستاذ، شرفت، الله محييك. كما يسعدني أن أرحب بالسيد عماد العرياني رئيس مكتب الإغاثي في مجلس حي الفردوس. أهلا وسهلا أستاذ علي، الله يبارك فيكم، الله يجزيكم الخير إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، من واقع احتياجاتكم وهمومكم ننطلق، نلتقي مع المجالس لنقرب المسافات ولنقف عند أهم النقاط التي تتشاركون بها. فريق البرنامج تجول في شوارع حي الفردوس وأعد لنا الريبورتاج التالي. مجلس حي الفردوس قدم على مشروع ترميم الأبنية المدمرة جزئيا، شو رأيك بهالمشروع؟ هو مشروع حلو يا أخي، بس في شيء أهم، صح ولا لا؟ الأهم إيش هو؟ يعني ما بتعتبره أولوية؟ لا، ما هو الأولوية. شو هو الأولوية مثلا؟ الأولوية الشوارع، المنازل اللي انا دول اتدمرت اصحابنا كلها طلعت وراحت. نعم. صح، خلينا واقعيين. يلا في واحد بيته خرب مثلا، اخوه بتركيا بركب حوشه، بس الاولويه هلا زفت الشوارع. طيب مجلس المدينه زفت الشوارع العامه، زفت حرام، زفت لسوق الخضره، وهو انحفروا وصوروا انه دي زفتوا، بس حفروا ما زفتوا. طيب مجلس حي الفردوس شو دوره بالزفت؟ دوره تصور جنب محل الحفرات ومحل ما زفتوا كان واقف وتمت مشين، هذا دوره، بس ما شفنا زفت. ما زفتوا ولا شارع من شوارع الفردوس؟ لا مستحيل، بس زفتوا لسوق الخضره. نعم. كل شوارع مبينه، كل شيء مبين، يعني هلا بدير كمرتك على الجوار مبين معك. انت تعتبر انت الزفت في حي الفردوس هو اولويه عن أولوية مشروع أولوية ترميم الابنيه المدمره جزئيا؟ شيء اكيد اولويه، لان الله نحن بصيف، بكره بيجي بالشتاء زفتوا، ما بالزفت بالشتاء. الاولويه الزفت. شو اثار البطاله عندكم في حي الفردوس؟ يا اخي في هون عالم شكه ملون، هلا شغل ما في، نحن فتحنا محل لنتزع منه لنعيش وما في شغل هون بالحي، يعني قليل. اذا اجت منظمه بدنا نشتغل بمحل حتى نحسن نشتغل، ما في شغل طويل. يلي ما عم يشتغل شو عم يعمل في الحي؟ لا اما عم بنشغل، لا اما عم بنمسك انه عم تاجر بالحب او بالمخدرات. ايه هذا هو، وشغل ما في. اخي شو رايك بمجلس حي الفردوس بالخدمات اللي بيقدمها، الاغاثه اللي بيقدموها للناس؟ بالنسبه للاغاثه في عندنا مشكله نحن هون، بالنسبه للشباب عم يشتغلوا والله يعطيهم العافيه كتر الله خيرهم، بس مشكله بالاغاثات. شو هي المشكله في الاغاثه؟ بالاغاثات هلا بنسمع بيبعثوا الاسماء مثبته، اسماء مثبته، وهدول بالنسبه لعنا لهون ما بيحسنوا يعني يوزعوا. مجلس الحي عم يوزع حسب الاسماء اللي عم تجي، ما بيحسن بيضيف اي اسم او اسم جديد او شيء. الاسماء اللي عم تتثبت من المنظمات، الاسماء اللي بتثبت من المنظمات. طيب هلا في عالم عم تاخذ وعالم ما عم تاخذ،
هاي المشكلة عم تصير كبيرة يعني. هلا بالنسبة طلق بالمنظمات مو بالنسبة للمجلس عنا هون، هون عم بزعوا حسب ما عم بيجيون. فترة التثبيت قديش عم تضل مثلا؟ مدة قديش؟ والله هي بتطول اويات يعني 3 شهور 6 شهور اويات. الاسماء ما بتتغير؟ الاسماء لا، اسماء ثابتة على طول هي. طيب هون شو هي المعايير يلي عم يمشوا عليها مجلس الحي او المنظمات للتوزيع؟ والله هي معايير المنظمات يعني. شو هي يعني؟ مثلا بيوزعوا للفقراء للارامل في مثلا نسب في النسبة الاكبر للارامل. عبول النسبة الاكبر للارامل كل المحتاجين. هن ما مصرين اي الشباب، ما مصرين من اي من الامارات. بس تطلع هي عندنا مشكلة المنظمات. المنظمات ما بتشتغل مثل ما شرع الله. في عندك عالم عم بتاخذ وعالم ما بتاخذ. يعني هي مشكلة كبيرة يعني، لازم يعني يدرسوا الامر ويشتغلوا عليها ان شاء الله. الله يعطيك الف عافية. الله يعافيك. عمي شو رأيك بمجلس حي الفردوس؟ والله هو شباب الله يعطيهم العافية، عم بسول عليهم واللي الله بإذنه للشعب هذا الله كرمه فيه. شو رأيك بالخدمات اللي بيقدمها الإغاثة؟ كويسة الحمد لله. كويس. أنت برأيك الإغاثة اللي عم يقدموها مجلس حي الفردوس للأهالي في ظل هالبطالة هي عم تكفي الناس؟ عم تسد حاجتهم؟ على موجب تكفي ما بتكفي. نحكي الصدق والصراحة ما تكفي، بس مثل ما بقولوا بحصة بتسنو الجرة. في ظل هالبطالة الموجودة في حي الفردوس، شو أثار السلبية على الحي؟ الآثارات السلبية الغلاء الفاحش شيء أكثر شيء يعني. البطالة شو قلت؟ شغل يعني، قلت شغل ما في شغل والعالم الله يكون. الناس اللي ما عم تشتغل كيف عايشة هون؟ شو عم تعمل هون بالحي؟ الله ببعث رزق كل العباد، لحنة وأنتو كل العباد، بس إنسان عليه صعاد يعني شلون ربك بده هي الرزق. برعاية منظمة المغتربين السوريين، تطوير كفاءات المنظمات والمجالس المحلية. نرحب بكم أعزائي المشاهدين من جديد. سيد أحمد، بداية سننطلق من القضية، قضية الرأي العام التي تشغل بال أهالي حي الفردوس وأهالي مدينة حلب بشكل عام. ما قصة الشارع الرئيسي عند الإشارات وتزفيته، الأمور التي حدثت؟ هل مجلس مدينة قام بما هو مطلوب منهم؟ هل حاولتم أن تتواصلوا مع بهذه القضية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أول شيء يا أستاذ، بالنسبة للتسفيت على طريق الأوتوستراد عن طريق على طريق الإشارات، تم التسفيت بالوقت الخطأ. تم التسفيت بالفصل الخريف نتيجة الأمطار ونتيجة السيول ونتيجة عدة أمور تم وأضيف أيضا التسفيت كانت طبقة رقيقة جدا. نعم، طبقة رقيقة جدا من لا السفل. تطابق المواصفات، لا تطابق المواصفات. تم يعني تم قلع كم سنتي يعني؟ كم سنتي يعني؟ تقريبا لا تتجاوز السبعة سنتي. نعم. لا تتجاوز. لذلك نطلب من المجلس المدينة، لذلك نطلب بالمجلس المدينة بحل إسعافي يا أخي. أخي أحمد، يعني واقع المنطقة منطقة استراتيجية وسيارات تكاد لا تتوقف بالمرور من هذا الطريق، ما هي الحلول الإسعافية؟ ما هي الأمور؟ هل يعني كان لديكم تواصل مباشر في هذه حول هذه النقطة مع المجلس المعديني وما كان جوابه؟ أخي الكريم، نحن تم التواصل من قبل مجلس الحي السابق مع المجلس المدينة. نعم. مع المجلس المدينة بتسفيت المكان، هو مسافة تقريبا 10 أمتار بعشرة أمتار. نعم. بطول 10 بعرض 10، يعني نتيجة المنطقة الزفت يعني. نعم. بصير تجمع، مركز تجمع من السيارات ومركز تجمع من الناس، وهون مركز تجمع مدخل حي الفردوس. نعم. وانتم على علم يعني اني مثلا الطيران عم بيعمل قصف بالرشاشات وبعدة امور مثلا، وهون عم بصير مثلا عدا عن اني مدخل حي الفردوس، هو شارع رئيسي يعني شارع رئيسي ربط لكل الاحياء، عبصير التجمع عند هذه النقطة. لذلك نطلب من مجلس المدينة بحل إسعافي وبحل سريع جدا بتسفيت هذا المكان. سيد أحمد، ذكرت حضرتك أن المجلس الماضي هو الذي تقدم للمجلس المدينة في هذه النقطة. حضرتكم متى تسلمتم زمام الأمور في مجلس حي الفردوس، وما هي المكاتب المشكلة لمجلس الحي؟ تم تشكيل مجلس حي الفردوس لأول مرة من قبل سوار الحي وقادات الكتائب الموجودة في الحي ووجهات
الحي، وبوجود أكثر من 100 شخص وبحضور مكتب القانوني التابع لمجلس المدينة بتاريخ 9/5/2016. وتم تشكيل المكاتب على الشكل التالي: رئيس المجلس، نائب رئيس المجلس، مكتب الإغاثي المسؤول أستاذ عماد عريان، عماد عريان أبو عدنان، والأستاذ أستاذ لؤي العلي مستلم مكتب التعليمي، والأستاذ والأستاذ أحمد بدوي مكتب الأحصاء، والسيد علي منصور مكتب الخدمات، والأستاذ أحمد العبدو مكتب الشكاوي خريج تجارة واقتصاد، والأستاذ محمد ياسين هندسة ميكانيك مكتب الإعلام. إذا أنت تحاول أن تبرز لنا أن من تصدى لمهام مجلس الحي هم من يمتلكون الكفاءة، بالإضافة إلى أنهم يتحققوا التوافق لدى معظم الناشطين لدى أهالي الحي، صحيح؟ نعم، يمتلكون الكفاءة، وبالإضافة نحن تم اندماج ثوار الحي مع مجلس الحي. نعم، نعم، إذا هو مجلس توافقي اعتمد مبدأ المهنية. أنتقل السيد أبو عدنان. سيد أستاذ عماد، هل صحيح أن الإغاثة توزع في أحياء مدينة حلب بناء على الولاء؟ اولا بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. موضوع الاغاثه، اذا ندخل موضوع الاغاثه باب طويل، يعني من ضمن المنظمات في ولاءات، في علاقات شخصيه، في صحبه، في كثير مجالس، او يمكن مجلس او مجلسين في حلب المحرره ما بتدخل المنظمات لسبب في مثلا في المجلس المحلي الموجود بالحي. يعني ففي موضوع الولاءات، يعني في أنا الذي دفعني لاطرح هذا التساؤل بهذه الطريقه، حي الفردوس فيه 8000 عائله، صحيح؟ اقل شيء يعني حوالي 8000 عائله. تمام، كم عائله تستفيد من الاغاثه، من السله الاغاثيه؟ اللي بيستفيدوا تقريبا يعني 80 85 او 90%، بس بشكل تدريجي. يعني نحن عندنا مثلا الكفالات اغلبها سنه، في عندنا كفالات سنه. من لديهم كفالات؟ كم عائله؟ 1000 في عندنا 1000 حوالي 2800 او 3000 عائله. في عندنا اكثر من 4000 عائله غير مكفوله. طيب، في الحي هذا التساؤل سيدفعنا للتالي: حي الفردوس ومثل بعض أحياء مدينة حلب يعاني معظم أهله من الفقر. نعم. هل المنظمات الإغاثية تبحث عن الأكثر احتياجاً أم أنها تبحث عن الانتشار في مدينة حلب؟ لا طبعاً، يعني واحد واثنين انتشار، بس أنا برأيي الانتشار اللي عم بشوفه طبعاً، يعني المنظمة السيم من الناس، المنظمة في عنده عواض ما يوزع 10000 حصة على 3 أحياء مثلاً، يكفي هالحي ويكفي هالحي ويكفي هالحي، لا بيعطي 200 300 400 500 200، بينتشر على 20 حي حي في مثلاً. هو إذا رفع على إدارته أنا 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 عم بوزع في 20 أو 25 حي، بالنسبة لهم أفضل ما إنه عم بوزع بثلاث أحياء أو أربع أحياء على حساب صاحب الاحتياج. طبعاً يعني أنا عندي بالحي كل يوم مشاكل، أكثر من 500 مراجع يومياً كل يوم في بيراجع. بس دعنا نعيد الرقم، كم مراجع يومياً؟ 500 مراجع، أقل القليل 500 مراجع، لأني أنا قلت لك عندي 4 أو 5000 عائلة غير مكفولة، فشك بشكل يومي 500. هل هذا الرقم منطقي 500؟ موجود طبعاً طبعاً، وفي بإمكانكم يعني تتأكدوا هذا الكلام على أرض الواقع. كل يوم عندنا أقل شيء 500 مراجع، 500 عائلة تراجع. ليش؟ لأني ما هو مكفول، وبيروح وبيرجع بيروح وبيرجع، وهي الناس طبعاً يعني عم تسمعني، وحقاً الناس تروح وترجع، بس نحن ما عم يطلع في إيدنا شيء. المنظمات عم تكفل هالعائلة السنة أو 4 أو 6 شهور، ما عم تكفل غيرها. ففي ناس عم تتم بتاخذ سنة، طبعاً أنا أتكلم الناس كلها عم تسمعني، ناس عم بتضل بتاخذ سنة، وفي ناس بالمقابل سنة ما عم تاخذ، وناس عم تاخذ 6 شهور بالمقابل، في 6 شهور عائلات تانية ما عم تاخذ. طيب، عودة السيد أحمد. سيد أحمد، حاليا هل لديكم مشاريع تقومون على إنجازها في مجلس حي الفردوس؟ نعم، لدينا تقريبا 4 مشاريع. نعم. نقوم الآن مجلس حي الفردوس والشرطة الحرة بالتعاون مع لجنة عدالة وتنمية مجتمعية بتجهيز مكان، بتجهيز وإعادة هيكلة بمكان لتوزيع الحصص الإغاثية، وأضيف أيضا مشروع ملحق، وأضيف أيضا مشروع ترحيل أنقاض الشوارع التي تسبب إعاقة وخطورة على الأهالي، وأضيف أيضا بترحيل الشرفات الآيلة للسقوط، وأضيف أيضا يعني ترميم المباني ترميم المباني، عفوا لا ترميم المباني هو مشروع
مشروع ترميم المباني مشروع مستقل. نعم. مشروع مستقل غير مثلا ما بيدخل بمشروع ترحيل الانقاض. نعم. اثنين عندك تم التعاون الان مثلا تم التعاون مع مؤسسه حره ملتقى حرائر سوريه بتزويد احد افران الحي بتزويد ماده الطحين لكي يتم توزيع ربطه الخبز بسعر التكلفه. نعم. المشروع الثالث تم الآن بإحصاء عدد المنازل البحاجة إلى ترميم إلى ترميم تم إحصائها وتم تسليم الأحصاء للمنظمة لمتابعة تأتي لجنة كشف من المنظمة يتم كشف على المنازل. المنازل التي يتم ترميمها طبعا نتيجة القصف الهمجي الروسي مثلا الشباك طاير مثلا الباب الطاير السقف المهدوم بشكل جزئي يتم ترميمه من قبل المنظمة. أريد أن أتوقف عند هذه النقطة. آلية اختيار هذه المشاريع كيف تم؟ خلال استطلاع أحد المواطنين تم سؤاله عن آلية اختيار مشاريع وبرأيه أنه تزفيت شوارع الحي أولى أو كذا. النقطة التي أريد إيضاحها كيف يتم اختيار هذه المشاريع؟ يتم اختيار هذه المشاريع عن طريق المنظمات. تأتي المنظمة ومعها المشروع جاهز مدروس. نعم. وتسلمنا إياه. نحن عبارة عن أداة تنفيذ المشروع. جهة تنفيذية. نحن ما نطرح المشاريع. في بعض المشاريع نحن نطرحها الآن بس والآن نحن يعني مثلا نحن طيرحين عدة مشاريع والآن بس لكن المشاريع اللي طيرحينها نحن مجلس الحي الفردوس الآن تحت قيد الدراسة من قبل المنظمات. بس المشاريع لا تتيح لكم المنظمات مشاركة أبناء الحي في اختيار مشاريع؟ لا تتيح مثلا عندك بس بمؤسسة عدالة. نعم. لجنة عدالة وتنمية أتاحت مثلا الفرصة الأخيرة بمشاركة مجلس الحي والشرطة الحرة بمشاركة هذا المشروع. طيب الجهة الأخرى المعنية بهذا الأمر هل أنتم باختياركم أو باختيار المشاريع أو التعامل مع المنظمات وتنفيذ هذه المشاريع هل لمجلس المدينة أي أدوار في هذا الموضوع؟ طبعا له ادوار بمجلس المدينه في هذا الموضوع خاصه في موضوع لجنه التنميه موضوع الاعمار وترميم المنازل له دور كبير مجلس المدينه. نعم. لان تاتي المنظمه عن طريق مجلس المدينه. نعم. والمشروع المطروح حاليا هو انا برايي مشروع يعني اولويته يعني في مشاريع اولى من هيك مش يعني من هيك مشروع ترميم المنازل. لكن مثلا انا اجاني شخص بيته مثلا تم هدمه بشكل كامل. نعم. المهدوم بيته بشكل كامل لا يستفيد من هذا المشروع. اما البيت مثلا المنزل المهدوم مثلا بشكل جزئي مثلا باب بحاجه الى بلور او شباك بحاجه الى بلور يتم ترميمه. اما المنزل المهدم بشكل كامل لا يتم ترميم المنزل. عود السيد عماد. سيد عماد تنفق مئات الالوف او ملايين الدولارات على الاغاثه والكل ينادي بأن يجب على المجتمعات أن تعتمد على الاكتفاء الذاتي. ما رأيك أن يعني ما الذي يعيق المنظمات أن تحول سلة الإغاثة إلى مشاريع اكتفاء ذاتي ودعم للأهل للمجالس الأحياء وللأهالي بشكل عام؟ أول شغلة نحن الشعب السوري شعب عزيز. نعم. من يوم الشعب السوري شعب عزيز. ولكن في سبحان الله في هالحرب الهمجية اللي صارت على الشعب السوري اضطر أنه يمد إيده للسلة الإغاثية. نعم. تمام. فبارك الله في المنظمات والجمعيات اللي قاعد تشتغل ان كان بشكل شخصي وان كان او عن طريق منظمات. يا اخي الله يبارك فيكم عواض هالسلل الاغاثيه وجهونا الناس او جيبونا يعني موارد الناس تشتغل فيها مشاريع تنمويه الناس تشتغل عواض ما دائما ان احنا الشعب يطالب في السلل الاغاثيه. هالشعب الموجود نحن بحي الفردوس لا له فرص عمل ما بده الاغاثه. يعني انا عبك هذا نداء للمنظمات العالميه اللي عم تدعم بارك الله فيهم جميعا بدل ان تاتوا لنا بالسله الاغاثيه. السله الاغاثيه استاذ علي عم بتكلف حوالي ال100 دولار عم تجي بتنباع في السوق عندنا ب 12 13 الف ليره سوريه ربع قيمتها. ليش عم يبيعها؟ نحن عم نحاول انه المستفيد ما يبيع. ليش عم يبيعها؟ عم يبيعها بيروح ياخذ ابنه على الدكتور، بيبيعها بيروح يشتري لحم اللي من شهور ما ضاقه، عم يبيعها بروح اخي عماد برايك هذا يعني الامر مفروض على المنظمات ان تقدم سلع اغاثيه ام بامكانها تحول هذه الاموال لمشاريع تدعم تؤمن فرص العمل؟ طبعا انا توقف عند هذه النقطه من ضمن المحاور اللي طرحناها على الناس. نعم. انه هل السله الاغاثيه تسد
العجز في ظل انتشار البطالة؟ المعظم قال لا. لا طبعا لا. طب هاي الأموال في حال تم استثمارها في مشاريع ألا تسد حاجة الناس؟ نعم، عم تدخل مئات المليار الملايين، مشان ما نبالغ في الرقم، مئات الملايين الدولار، مئات ملايين الدولارات على السلال الإغاثية. هاي نحن بتكفينا مشاريع بتشغل هالناس اللي بالأحياء، يعني عم تدخل لعنا نحن شهريا إذا بتحسبها مئات الآلاف من الدولارات، هاي بيقام فيها مشاريع الناس بتشتغل فيها وبتبطل بدها السلال الإغاثية. برجع بكرر، الشعب السوري شعب عزيز ما بده سلال إغاثية، شغله هلا ما بده سلال إغاثية أبدا. فأنا ندائي للمنظمات، يا أخي شغلونا هالناس وما بدنا الإغاثة. نعم. أعود للسيد أحمد. سيد أحمد، ذكرنا مجلس المدينة وذكرت مجلس مخفر الشرطة، هل يوجد مخفر شرطة في حي الفردوس أم في أحياء مجاورة؟ يوجد مخفر الشرطة في حي الفردوس. نعم. وش اسمه وطريقة المعاملة بينه، يعني طريقة المعاملة بين ماذا أريد أسألك، طبيقة التنسيق والتعامل بينكم وبين مخفر الشرطة؟ طبيقة التنسيق بين مجلس الحي والشرطة الحرة جيدة جدا، بل ممتازة. يعني مثلا على سبيل المثال، تدخل مثلا في حال مثلا يتم توزيع حصص إغاثية، يأتي مثلا الشرطة الحرة تأتي الشرطة الحرة مثلا بتظبيط، مثلا تظبيط الدور، تصف الناس مثلا بشكل لائق بشكل ممتاز. نعم. لمنع حدوث. طيب. المشاكل. جيد. في من ضمن المكاتب اللي ذكرتها حضرتك، في اللي هي بتشمل مجلس الحي، مكتب الشكاوي، ما عمل مكتب الشكاوي في ظل وجود قطاعات لمجلس المدينة وكذا؟ ماذا يقدم هذا المكتب لأهالي الحي؟ مكتب الشكاوي هو مكتب يستقبل شكاوي أهالي الحي، وهذه الشكاوي هي شكاوي مدنية ليست أمنية. نعم. شكاوي مدنية وليست أمنية، والشكاوي هي كل شيء يخص بمجالس الحي بمن فيهم رئيس المجلس. نعم. مثلا مكتب الإغاثة، مكتب الخدمات، مثلا مكتب الأحصاء، مكتب التعليمي، يخص بكل مجالس مكاتب مجالس الحي. يعني اي مواطن يجي ممكن يشتكي على حضرتك في مكتب شكاوي؟ طب كيف ده تبني، يعني كيف المواطن دي يثق فعلا اذا اشتكى على رئيس مجلس حي في مكتب مجلس حي ممكن تتلبى مشكلته؟ كيف تقنعه للناس بهالتحقق مصداقية؟ نحن مثلا في اي شخص، هي اكثر الشكاوي اللي عم تيجي لنا، اكثر الشكاوي هي على الاغاثه. نعم. اكثر الشكاوي هي عم تيجي على الاغاثه، نتيجه طبعا مو ان نتيجه مثلا ارتفاع عدد السكان بالفردوس، هي 7800 عائله. طبعا نحن ما في عندنا هالحصص الكافيه اللي تغطي الفردوس بشكل كامل، طبعا تغطي منطقه وتكون جزء غير مغطى. فنتيجه الناس ما عنده علم بهذا الموضوع، ان شلون طريقه المعامله تعاملنا مع المنظمات وشيء، ما عنده علم في هذا الموضوع. فاجباري بده يجي بده لك انا سمعت بدي اشتكي، انا ما عم باخذ مثلا حصه، ليش فلان مثلا عم ياخذ وانا ما عم باخذ؟ فنحن بنستقبل شكوته وبنوجهه لمكتب الشكاوي المستلمه الاستاذ احمد العبده. ومكتب الشكاوي طبعا نحن نستقبل الشكاوي بكافه ايام الاسبوع ونعالجها بشكل مباشر، لكن يتم الرد في يوم محدد. اعود للسيد عماد. سيد عماد، لو أتتكم أحد المنظمات الإغاثية أو أحد الممولين والداعمين، سألكم لديكم موارد يستطيع هو تقديم لها المال ليفعل الاكتفاء الذاتي في الحي؟ هل لديكم موارد في الحي تحتاج تمويل لتساعد الناس في الاكتفاء الذاتي، سواء أراضي، معامل، ورش؟ هل متوفر في حي الفردوس؟ حي الفردوس حي شعبي. نعم. من 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 قديم الزمن حي شعبي، والحي الفردوس فيه طبقة عامل، يعني أغلب سكان حي الفردوس من الطبقة العاملة. نعم. فأي إنسان، وهذا نداء لكل الناس من يملكون الأموال، أي عمل بتحب تجي تشتغل فيه في حي الفردوس نحن جاهزين. أي عمل نحن عندنا موارد بشرية، يعني عندنا أشخاص اليد عاملة بكل المصالح بكل المصالح، فأي مشروع ممكن يتنفذ بحي الفردوس. إذا أنتم تعتبر أنه نقطة القوة لحي الفردوس من حيث الموارد هي مورد البشري؟ نعم نعم، يعني حتى يعني أكثر، أظن يعني أكثر حي في 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 المناطق المحررة سكانا هو حي الفردوس. أستاذ عماد، برأيك ما هي نقطة قوة مجلس حي الفردوس وما هي نقطة ضعف مجلس حي الفردوس؟ قوة مجلس حي الفردوس بالإغاثة. نعم. والخدمات. نعم. بالإغاثة والخدمات، يعني ما دام انت بشكل عام الشعب فقير، طيب ما دام انت عم تعطيه السلة الإغاثة فانتو احلى مجلس بشكل عم نحكي بشكل عام. وبس نقاط الضعف اللي بالمجلس، احنا ما عندنا موارد مالية،
نعم. ما عندنا موارد مالية، يعني أي مشروع أي عمل نقوم نشتغل فيه نحن ما عندنا موارد مالية. ما في موارد مالية. نعم. يعني تكاد معدومة، مثل ما ذكرت حضرتك في البداية، تكاد معدومة الموارد المالية للمجلس، فأنت يعني مكبل الأيدي في العمل. نعم. سيد أحمد، متى تنتهي دورة المجلس الحالي؟ نحن تم التوافق علينا نحن الدورة الرابعة. السنة؟ هي سنتين، كل سنتين دورة، نحن الدورة الرابعة. لو سألنا السيد أحمد بنهاية هذا العام، بنهاية ولايتكم بعد عامين، بعد نهاية العامين، ما هو أكبر إنجاز تطمحوا لهم لتحقيقه لأهالي حي فردوس؟ أكبر إنجاز أنا حكيته أولي ورح أحكيه الله حاليا إن شاء الله وتعالى، أنا رح نطالع إن شاء الله كمجلس بالتعاون، نحن مجلس الحي بالتعاون مع أهالي الحي إن شاء الله رح نطالع حي الفردوس الأول على منطقة حلب المحررة، بحيث المشاريع، بحيث ما الأمور مثلا الخدمية، بحيث أمور بكافة الأمور التي تحتاج لها الحي. طيب، ونحن على اعتاب مغادره شهر رمضان ومغادره هذه الحلقه، ما هي الرساله لاهالي حي الفردوس؟ نحن مجلس حي الفردوس نتوجه بالشكر لاهالي على ثقتهم لنا، كون نحن جزء لا يتجزا منهم من اهل الحي يعني، ومجلسنا مفتوح لكافه اهالي الحي، وارجو ان تسامحونا لان كون انتم يعني انتم تعلمون اننا مجلس الحي تم التوافق عليه منذ فتره بسيطه جدا، ارجو ان سامحونا وأرجو أن تصبروا علينا، وأنتم تعلمون أن مجلس أن عفوا وأنتم تعلموا أن حي الفردوس من أكبر الأحياء الموجودة في حلب المحررة، أي ما يعادل ثلث حلب المحررة، أي ما يعادل كمان أيضا 7800 عائلة، ما يأتي من حصص إغاثية ووجبات إطعام لا نستطيع أن نغطي حي الفردوس بشكل كامل. وشكرا سيد عماد، في العشر الأواخر من رمضان المبارك، ما هي أكبر أمنية لك كعضو مجلس حي الفردوس تتوجه تتمناها تتحقق لأهل الفردوس؟ النصر. كم بقي لنا؟ الله عز وجل النصر للمسلمين ولبلاد الشام ولأهالي حي كم الفردوس. كم تبقى للنصر؟ الله أعلم، ولكن في 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 كلمتين سامحني إذا في معنى وقت، كلمة أخيرة لأهالي حي الفردوس، يقول الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصة وتعود بطانة. يعني ندائي الأخير أو الأول والأخير لأهالي حي الفردوس الطيبين، الناس الطيبة على الفطرة الإسلام الطيبة، ما نتوكل على الإغاثة، نتوكل على الله عز وجل ثم نعتمد على عملنا وعلى الإغاثة. ونداء أخير، في مشكلة في كتير بيننا وبين الأهالي، اللي هي موضوع ثلاث أشخاص وموضوع إلغاء الأسماء. نعم. أي شخص أو أي مستفيد بيتأخر عن حصته لأي سبب كان عم يتم إلغاءه من قبل المنظمات، وهذا كلام عام، المنظمات عم تسمعني وأهالي العيا بسمعوني، أي مستفيد يتأخر عن حصته لأي سبب كان عم يتم إلغاءه من قبل المنظمات. هي الأول. ما هي الحجة؟ الحجة إنه هذا أو ما هو بالحي أو ما هو بحاجة هاي الحصة، انه هذا اللي حال كان مريض، حال مشغول، بعث اي حدا بقول لك استلمه. هل بهذه الطريقه نعامل ابنائنا اهالينا بهذه الظروف؟ بقول لك باي حبعات اي حدا يستلم الحصه بيتم الغاء بشكل مباشر. والثاني اللي هي ثلاث اشخاص وما دون، المنظمات اغلب المنظمات او كل المنظمات بتقول لك ثلاث اشخاص واقل من ذلك، نحن ما بندعم، ما بندعم العائلات الكبيره، وهذا عم سبب مشاكل كثير لنا كثيره كمجلس. انا عندي 500 600 عائله ثلاث اشخاص وما دون، والناس عم بتفكر انه نحن اللي ما عم نعتمده، والله يشهد على ذلك انه اغلب المنظمات اللي هي ما عم تعتمد في ثلاث اشخاص وما دون. سامحوني الاطاله، بارك الله فيكم والحمد لله. الختام لا يسعني الا اشكر السيد عماد العرياني رئيس مكتب الإغاثة، شكرا جزيلا لك سيد عماد. الله يبارك فيك. شكرا. كما اشكر السيد احمد بيج رئيس مجلس حي الفردوس، شكرا جزيلا. شكرا لك استاذ، اهلا وسهلا فيك بحي الفردوس. من هنا، من مدينه حلب، من مدينه العراقه والتاريخ، من مدينه تتصارع عليها قوى الظلام لوأدها، لكن حلب صامده. نعدكم باذن الله سنبقى نوافيكم من هذه المدينه بصمود أهلها وبصمود أرضها وبثباتهم. أشكر فريق البرنامج الذي ساهم في إعداد وإخراج هذه الحلقة، والشكر الأكبر لكم أعزائي المشاهدين، كما أشكر منظمة المغتربين السوريين لرعايتي هذا البرنامج. هذا علي حلاق يحييكم، أستودعكم الله في حفظه ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.
وبركاته.